تفضلوا معي هنا له انتو تفضلوا حياكم الله. في احد باقي من الشباب؟ السلام عليكم. سلام يا مرحب حياكم الله. شوف اذا باقي احد يا جبر. يلا يا عيال برباح يلا يلا ابو مسعود يلا عشان نبدا. لا 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 ما احتاج خل عليك. يلا ابو عبد الرحمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. في البداية نرحب بكم ونقول مرحبا بكم في هالمبادرة، مبادرة السفير الوقف، والله يحييكم جميعا. في البداية أقدم الشكر للجمهور، أقدم الشكر لكل من دعم إبداح بأنه يتشرف بأن يكون أحد سفراء هذا الوقف اللي جميعا نسعى بأن بإذن الله نبادر لإكمال هذا الوقف، نبادر لعمل عمل خيري لآخرتنا. الله يبيض وجيههم وإن شاء الله نكون على قد الثقة اللي هم زرعوها فينا، وبإذن الواحد الأحد بكم ومعكم بإذن الله يكتمل الوقف. في البداية أرحب فيكم وأشكركم. عندنا المبادرة بعض الفعاليات وبعض اللي إن شاء الله نشارككم إياها. في أحد بيجي ولا كاملين؟ سعود. طيب في البداية عندنا فيديو نبي نعرضه لكم، أتمنى من الشباب أنهم يعرضون لنا الفيديو. الكلام لا نهدا فالحشا صرحا والطيب القلوب اللي تجازي كذا الإحسان وتزين الصدور الخير من شرحه دموع اليتيم بتصور الفقد والحرمان تشبع من الاحزان لين سلام جرحى هو اللي تكلم دمع عيناه من الكتمان هو اللي الله يعطيكم العافية. طبعا الشكر مقدم لفريق دعمي الله يبيض وجيههم، وأيضا فريق دعم أخوي جبر. فريق دعمي تبرع لنص المتسابقين، وفريق دعم جبر تبرع لنص المتسابقين، فالله يكتب لكم الأجر وتستاهلون، ونشكرهم والله يعطيهم العافية. طبعا وجهك يا أبو عقاب. طبعا عندنا فقرة الآن مسابقة نبي نقسمها بينكم، وفيها هدايا من رعاة للمبادرة الله يعطيهم العافية. أبو عقاب تعال هنا عشان في تقسيمة. طبعا نشرح لكم فكرة المسابقة، وبإذن الله بنطلع لكم على الشاشة شرح، لكن خلوا الشباب. حياك الله يا أبو نايف، معذور. طبعا بنقسمكم ثلاث مجموعات، سبعة سبعة سبعة، وراح نطرح لكم الفكرة هنا. في فكرة تعرض شرحها إن شاء الله في الشاشة، لكن في نقاط، هي ثلاث مراحل. الفائز راح إن شاء الله يحصل على الجائزة اللي أنتم تستاهلونها. ودي لو نبدأ من هنا سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، من مخلد وهنا فريق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، من علي هادي إلى نواف المخلفي فريق، احفظوا أنفسكم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جبر معهم فريق. طبعا باقي احد تقول من هو؟ سعود بيجي معكم. لا انت يا احمد عرض لي صوره الشرح عشان الشباب تبين معهم. ركزوا على الشرح عشان تفهمون فكره المسابقه.
طبعا حروف وأرقام. بنعرض لكم شفرة مكونة من أرقام، والمطلوب تبحثون عن حروف الأرقام الموجودة في الشفرة من الجدول، وتطلعون الكلمة اللي بتطلع لكم، بحيث يتكون لكم شعارنا للوقف من خلال الشفرات الموجودة. الله يعطيك العافية يا أحمد. واضح؟ تنبيه، شعارنا يتكون من كلمات. إيه حلو، من ثلاث كلمات. شعارنا يتكون من ثلاث كلمات. الله يعطيك العافية يا أحمد. طبعا بوضح لكم الآن، بوضح لكم. هنا عندنا حروف وأرقام، حلو؟ عندنا شفرات، هنا ثلاث شفرات. نعم نعم، هذه الفلينة الأساسية اللي بتطلعون منها الثلاث كلمات. في ثلاث شفرات هنا، كل فلين فيه شفرة معينة لكلمة. المجموعة معكم وقت، تطلعون أسرع فريق يطلع الكلمة الأولى اللي هي في الشفرة راح يأخذ نقطة. حلو؟ نعم. أنتوا عرفتوا الآن التقسيمة اللي عندكم؟ تشوف الأرقام في الشفرة وتطلع منها الكلمة في اللوحة الأساسية. واضح؟ أحد ما فهم؟ سمع. شعار الوقف ولا شعار؟ شعار مبادرتنا. مبادرتك أنت؟ نعم. تمام. في شعار معين نبيكم أنتم اللي تطلعونه. واضح واضح. هنا عندكم اللوحة الأساسية، هنا أرقام. طلع الـ 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 الكلمة أو الثلاث كلمات، راح ينقسم على ثلاث فلينات. كل كلمة، كل فريق اللي يطلعها يكسب نقطة إلين تكتمل ثلاثة جملة الشعار. طبعا هذه الشفرة الأولى. فهمتوا كلكم؟ جاهزين نبدأ في الكلمة الأولى؟ قل لا إله إلا الله. صلوا على محمد. أنتوا ركزوا معي وهي بسيطة. هنا عندنا لوحة أساسية، أرقام وحروف. هنا فيها أرقام، حلو؟ كل رقم له حرف أساسي في الكلمة اللي بتطلعونها في اللوحة الأساسية اللي هنا. يعني أربعة حرفة حرف القاف، حلو؟ ستة حرف العين، وأنت بالرقم تبين الحرف وترتبها إلين تكتمل الكلمة عندك. واضح؟ أول فريق يطلعها يأخذ النقطة. واضح يا شباب؟ طيب الآن الكلمة الأولى. صلوا على محمد. لا لا، كلكم تشاركون الإجابة، وكل فريق يطلع شخص هو اللي يتكلم بالكلمة. من هو؟ مثل الفريق هذا سلطان. سلطان أنت تتكلم بالكلمة، إذا جبت الصح ما أخذها من غيرك، أخذها منك. الفريق اللي هنا من اللي بيتكلم منكم؟ علي هادي. حلو، علي هادي. اللي هنا عند مخلد. جاهزين نبدأ؟ واحد اثنين ثلاثة. أطلع أنا؟ اطلع عندك ولا هنا؟ ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تصدق. صح. كلمة الأولى تصدق، نقطة لفريق مخلد. الكلمة الثانية هي عند السرعة، أنت شوف الأرقام وطلعها من هنا. كيف؟ جاوب أول فريق يجاوب، ما هو بالترتيب، هو أول فريق يجاوب. لا لا رجال، طلع وتكلم على طول. الكلمة الثانية يمديك تأخذ نقطة. مخلد لا توقف، خليك مكانك. هنا الكلمة الثانية. واحد. ولا فريق واحد. كلكم سوا. إيه. أول فريق جاوب. لا لا. واضح؟ أدقك مخلد. لا لا. مخلد قال عندي إجابة، طلع وجاوب. رجال فكر بدري. واحد اثنين ثلاثة. لعلها. مخلد. هدي. كلمة إيش؟ لعله. النقطة الثانية عند مخلد. طيب دقيقة. بنستبعد مخلد. كيف عرفت الكلمة؟ بالحروف. ما بعد لفيت اللوحة، كيف عرفت الكلمة؟ أنا خمنت الشفرة. دقيقة يا سلطان، سلطان لا أحد يتكلم يا شباب. دقيقة يا مخلد. أنا بقول لك، أنت قلت الكلمة قبل ألفها. لا بعد ما لفيت قلتها. ليش؟ لاني انا خمنت الارقام هناك في البدايه. كنت انا معي الربيز هنا، الاعداد يقول تكلم بالكلمه قبل تلفها. فتخصم منك النقطه هذه. دقيقه، النقطه تضاف للفريق هذا والفريق هذا نقطه. الان كلكم كل واحد نقطه. واحد رجاء ما تتكلم الين ومخلد يمنع من الاجابه في المره الجايه. ابو خلاص يا ابو رباح. يلا تمام. خلاص دقيقه.
الان اللي بيجاوب اسرع انت بتجاوب انا ما بلفت في اللين. طيب في بالدور اسرع شخص يجاوب راح تحسب له النقطه. الان كلكم تعال مخرج يمنع من الاجابه. عندي 1 2 3 المنجيه فريق صدفه. الله يعطيكم العافيه بيض وجيهكم. ذكاء مخلد شفنا الكلمه من اول. ذكاء مخلد وجابها خلاص الله يعطيه العافيه. لا هو لو انه انتظر الى ان نلف الفلين ويجاوب ابو مصر وسبق ابو مفلح ترى ما تكلمت انا الا بعد ما لفيتها. ما عليه طبعا احقاقا للحق فقط. طيب طبعا قولوا لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. اول شيء نبارك الفريق صدصد. طبعا الكلمه الجمله وش هي يا فريق؟ تصدق لعله المنجي. هذا شعار مبادرتنا. خلاص يا ابو مسعود هذا سم. طيب هو هي مكتوبه انا عارف قل لا اله الا الله صلوا على محمد. هذا شعار مبادرتنا وجبناها بطريقه مسابقه عشان تشاركون فيها ومخلد من ذكائه عرف ان هنا انها هي شعار المبادره بس. ف الله يعطيكم العافيه جميعا نبارك لكم. فيه طبعا جوائز مقدمه لكم من مطرق الحين. احلى تحيه. طبعا هذه كوبونات مقدمه هديه عباره عن باكج مقدم من متجر راعي الطيب. اسمع على تحيه الله يبيض وجهك. طبعا بحكم انه بعيد عنا كان وده انه يجيب الهدايا معه ولكن قال بتوصلكم ان شاء الله للمنتجع. كل شخص منكم له كوبون تستاهلون. وين ضاعت الكوبون؟ عاد بكيفك نجيب لك بدال راح الطيب. نجيب ابو عقاب نجيب لك بدال باكجين. ما هو باكج واحد. راعي الطيب راعي الطيب طبعا مخلد فيها. هذه السعود المكاحله. نعوضكم ان شاء الله في المقبلات. راعي الطيب راعي الطيب راعي الطيب راعي الطيب راعي الطيب راعي الطيب يستاهل يا داحي. لب عينك لا ما بالعافيه. اسلم لا طرق مونجي. قولوا لا اله الا الله يا نواف. خل ابو محمد يتكلم. اول شيء هو ذكر منه صح قرا الحروف دي وفكر في دي خلها ذكر. ابو محمد قل لا اله الا الله. هو جواب قل لا اله الا الله. هم تراهم حتى هم جاوبوا. اسمع انا ما الوم مخرج في ذكاء. انا ادري انه ذكي ولكن الاعداد نبهني انه تكلم بالكلمه قبل لف الفلين. هو لو انتظر لنا فله للاسف الاداره عشان الجميع يشارك. يعني الحين انت بذكاء مخلد هو عرف الكلمه ما اختلفنا ولكن فيه ظلم للثانيين انه ما شاف الحروف للاسف الاعداد. فهمت علي؟ فلذلك الاعداد اخطا. الاعداد ترى انا لفيت اتحدى من الاعداد. اسمع تكلمت قبل ما تلف ابدا. اتحدى الاعداد خله يرجع ويشوف ابدا. نرجع لكن اسمع عندي ولا عند اخوياي كلها خله يرجع. لا نرجع للفار. طيب مخلد وش شعار مبادرتنا؟ تصدق على المنجي. الله يبيض وجهك. وجهك ابيض. طبعا نبدا في المبادره. الله يعطيكم العافيه. لا خلصنا عاد بكيفكم تهدون. هادوها كيفك؟ كيفك؟ بكيفك؟ طبعا هات بيض الله وبقاب. كيف تبي تهديها ابو عقاب؟ انت كريم وهم يستاهلون. طبعا شعار مبادرتنا تصدق لعله المنجية. ما هو العمل الوحيد الذي يتمناه الميت؟ العمل الوحيد الذي يتمناه الميت هو الصدقة. يقول الله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤجر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. هذه الآية ففيها دلالة على فضل الصدقة العظيم والتي يتحسر على تفويتها الموتى وذلك لأن الصدقة لها شأن عظيم في الإسلام فهي من أوضح الدلالات وأصدق العلامات على صدق إيمان المتصدق وذلك لما جلبت عليه النفوس من حب المال والسعي إلى كنزه فمن أنفق ماله وخالف ما جبل عليه كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أي برهان على صحة إيمان العبد هذا إذا نوى بها وجه الله ولم يقصد بها رياء ولا سمعة.
فكرة مبادرتنا لهذا اليوم لنكن أسوة حسنة، أي ما ننصح الناس ونحثهم بالقول فقط بل بالقول والفعل. لذلك طلبنا من جميع أهالي وفرق دعم متسابقي جنتل المبادرة وأن يساهمون بالوقف وأبدوا استعدادهم وأبدوا حماسهم للمساهمة والمشاركة في الوقف، وتجاوبوا جزاهم الله كل خير. ومن هالمنطلق نطلب من الجمهور والمشاهدين الكرام أنهم يحذون حذونا ويتبرعون بما تجود به أنفسهم ويساهمون بكفالة الأيتام في وقف اليتيم بمكة لجمعية رؤوم برفحة، وبإذن الله أن يتم اكتمال الوقف في القريب العاجل ويكون لك نصيب من أجره وصدقة جارية لك في حياتك وبعد مماتك، وترافق نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكما رأيتم بالفعالية كان شعارنا المبادرة تصدق لعلها المجية، وهذا الشعار فيه مقالة جميلة للدكتور محمد راتب النابلسي تتحدث حوله، يقول فيها: تقود سيارتك وحرارة الشمس تحرق الأخضر واليابس وتلمح أحدهم يمشي والعرق يغسل ثوبه، لا تشمئز وافتح باب سيارتك له فلعلها كانت هي المنجية. تعبان عائد لبيتك تحمل الكثير من الأغراض المطلوبة منك، وتسألك والدتك هل جلبت لي اللبن؟ ابتسم لها وقال لحظات وأسرع لجلبه لها فلعلها دعوتها لك كانت هي المنجية. تصلي وطفلك يلعب حولك وفجأة يقفز على ظهرك وأنت ساجد، لا تغضب وتحمل طفولته وأطل سجدتك، تلك فلعلها كانت هي المنجية. تسقي عاملا أنهكه التعب وصهرته الشمس ماء باردا، لعلها هي المنجية. تضع حبيبات رز في مكان يأكل منه طير، لعلها هي المنجية. لا ندري، لعل أبسط الأعمال التي لا نلقي لها بالا تكون هي ميزان الفصل يوم الفصل، دائما ردد قبل كل فكرة أو عمل، لعلها كانت هي المنجية. وفي مبادرتنا اليوم نقول لكم: قدم لوقف اليتيم بمكة أي مبلغ وكن من المشاركين فيه وتصدق لعلها المنجية. طبعا عندنا اتصالات بعض المتسابقين. اي نعم، جهز الاتصالات. الله يعطيهم العافية. طبعا الجميع منكم فرق دعمكم الله يعطيهم العافية شاركوا في وقف اليتيم، ونقول الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير. وبعد ما تكلمنا معهم جميعا بادروا من غير لا نحث عليهم لأنهم يبحثون على الخير. عندنا بعض الاتصالات، ودنا أن الوقت يسعفنا ناخذ كل الاتصالات، لكن خذينا بعض الاتصالات اللي بادروا والله يجزاهم خير. عطنا أول اتصال يا راشد. الله يعطيهم العافية. طبعاً فرقاء الدعم كان فيه بعد ما اتصلنا فيهم كان فيه على طول مبادرة من غير ما نحث أو أن نبحث، الجميع كان مبادر ومشارك، وهذا العشم فيهم وقف اليتيم من غير ما نحث أحد أو نتكلم مع أحد. المبادرة يجب أن تكون من الجميع. أنتم المتسابقين عليكم مسؤولية كبيرة. الآن سابقا ممكن بعضكم ما عنده متابعين، لكن الآن أنتم تحملون جماهير متابعين وعندكم ناس تتابعكم وتعتبركم قدوة في الإعلام، فحاول بأنك في الإعلام تقدم عمل خير يكون شفيع لك يوم القيامة. فأنتم خير من نحثهم لعمل الخير، وأنتم خير من يبادر في وقف اليتيم. اتصال جاهز راشد؟ عطني أول اتصال عادي. طبعا بقدم شكر لفريق الدعم الله يعطيهم العافية، أيضا شكر خاص جدا للرجل اللي له فضل علي بعد الله، اللي يقف معي دائما في السراء وفي الضراء. الفكرة كانت فكرته وفكرة فريق الدعم الله يعطيهم العافية، كان هو المبادر، كان هو الموجه، كان هو كل شيء يخص بداح، اللي هو عمي مطلق الحيب الله يبيض وجهه. شكر موصول للجميع ما في شك. جاهز الاتصال؟ جبر شوف ذا اللي جاهزه عشان نقدمها لهم. مدلعينكم. تبي نعلمك؟ قم تعال.
تجي تعال جبر وزع عليهم الحلوى والعصير على بال ما نستقبل الاتصالات. العمدة خلي جاهز نجيبها لحدك لحدك. والله العظيم أنا أول شيء أعتذر منكم على القصور، والله مو بحقكم، ودنا والله أن نكركم كرامة اللي أنتم تستاهلونها، لكن اللي مثلكم يقدر بعذر. أبو هادي، أبو هادي بعد إذنك العصير. مش عليهم هادي تستاهلون. نشكر فريق الدعم طبعا على الضيافة، وأشكر عمي مطلق الله يبيض وجهه ولا يهينه، وأنتم تستاهلون. في 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 الخير واجد اللي يكفيكم كلكم. تستاهلون تستاهلون. أعطيتها من هذه؟ الله يبيض وجهك. ترى هذه يمكن فيها شيء يصلح لك. في اختلاف عنها ولا كلها نفس بعض؟ لا لا كلها نفس بعض، ما أدري أبي خلاص. اللي ما جاز له شيء ترى فيها هني واجد أنواع وأشكال، اللي يبي ياخذ. شباب سك على الشباب، خذها كله خذها كله. الله يبيض وجهك يا ابو هادي لا يهينك. هذه عصيرات ترى في قهوه هنا يا الربع، اللي عندكم كان عصيرات في قهوه، اللي يبغى قهوه ايه قلبك يعورك يا ابو تركي سلطان، قلبك يعورك. خذك عوار قلب هنا، عوار قلب، عوار قلب وقهوه كلها. من هو؟ ايه احمد وراشد، عاد الله يبيض وجيهم، هم اهل الفضل واللي يتعبون من شان الله يبيض وجيهم لهم. لا 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 كيف يجيني خصم عندي احمد؟ عور قلب لا تسلم يا حبيبي. اسمع 3000 نقطة يقول جاتني من احمد. من يبي شفاطات يا عيال؟ اي وزع عليك وزع. من يبي شفاطات؟ من يبي؟ وزع عليهم حراج هو. راح وزع وزع. نزل ال هذا الكيسة. هو يقول. هو يا هو ما يوجد. أكيد وزع وزع. نخصم. ها أحمد كيف اتصلت؟ طب نأخذ الفيديو الأخير ولا نخلي آخر شيء؟ يلا خلاص طيب تمام. يلا نبي ناخذ اول اتصال الان. استريحوا يا شباب استريحوا. الو يا مرحبا. يا هلا حياك الله. يا اهلا وسهلا بداح. يا مرحبا ومسهلا. ارفع الصوت ما عرفناك. من معي طال عمرك؟ كيف حالك بشر معلم؟ يا مرحبا حياك الله وشلونك؟ بخير يا مال خير. معك الدكتور عبد الله رباح. ونعم ونعم معنا الدكتور طال عمرك. اول شيء اشكرك انت وجبر على هذا الوقت الجميل اللي للامانه كل من خارج البرنامج قاعد يحس بعض البعض على انهم يتعاونون انهم يقفلون هذا الوقت للامانه. الله يطول عمرك. قاعدين نحاول نسبق بعضنا على فعل الخير، لذلك اشكرك في المقام الاول انت وجبر من ثم المتابعين اللي قاعدين يعطونا اشارات ايجابيه بحيث انهم يحسون على الشيء الخير. فما يسعني الا اقول الله يوفقكم ويجزاكم بالخير ويجزاكم عنا خير الجزاء للامانه. الله يطول بعمرك ومشكور يا رب. الله خذ معك ابو رباح. كم ارحب ارحب. يلا حيا يا حبيبي انت. حي الله الصوت. حي صوتك. شلونك سك طيب؟ يعني هالصوت اللي ما يروح يا حبيبي انت. الله يطول عمرك. بشرنا عنك كيف صحتك؟ والله يسعدك. الله يسعدك. الله الله انت واخوياك وراكم جمهور كبير يستمع منكم الايجابيات. الله يسعدك. يعرف ان دائما تحثونهم على انهم يبعدون الشيء السلبي. الله يسعدك. ترانا معاكم ودعواتنا لكم جميعا يا حبيبي انت. الله
خير ونشكر نشكرك على وقتك الشباب هنا كلهم لبيك الشباب يسلمون عليك والشريك والله الشباب كلهم جميعا والله النعم فيهم جميعا الشريك اللي يقول عطوه حليب شكل عنده ضعف اسمع وسلطان يبغى له ابتسامه ابد ابد كلهم ابد كلهم يامرون امر طال عمرك الله يسعد امتعونا على الشاشه وابشروا بكل خير الله يطول بعمرك ويعطيك العافيه وشاكرين لك دعمك ووقفتك احنا للامانه بس كلمه اخيره قبل لا اقفل واخذ من وقتك الكثير تفضل تفضل اشكرك على الصعيد الشخصي للامانه الله يطول بعمرك استمر وفالكم التوفيق يا رب الله يجزاك خير ويطول بعمرك ونشكرك على تبرعك وعلى وقفتك ولا هو غريب عليك انت خير من يحث على الخير عمرك هذا قليل الله يا هلا شرفتنا يا مرحبا الله لا يهينك هذا اخر العنقود هذا اخر العنقود والله نعم فيك وفيه اي قل ما شاء الله الاتصال الثاني جاهز اول العنقود متعدي الظاهر هذا اخر العنقود تقول اي هذا عبد الله والله شافه جبر وسلطان كان معي بالتصفيات والله نعم شافه طاهر ليه طاهر ليه وش فيه يقول ما علمك ابو رباح وش يقول ايش يقول لكن شيء خلي يقول ما شاء الله بعدين ما طبعا عندنا باقي اتصالات ناخذ الاتصال الثاني الى ما يجهز تقهو حياكم الله مبلغ سمي حبيبي اول مره اشوف قهوه حمراء دلعك بس والله ثقه ايه لا ايش اسمك قهوه ايش حمراء. قهوة حمراء والله العظيم اول مره اول ما خذيتها اقول اعطيني قهوه اديها معي ما اعرفه قولها انت ما قال يلا ناخذ الاتصال الثاني الو الو مرحبا حياك الله يا هلا حياك الله يا مرحبا اسعد الله مساكم جميع يا مرحبا حياك الله عرفنا عليك معك ناجي محمد السبيعي ونعم يلا حيه اخو سعود المكاحن ونعم ونعم حياك الله يا مرحبا ومسهلا الله يحييك ويطول عليك نسيت ابو الخير وشلونكم عساكم بخير ان شاء الله نسيت برضه والعافيه بخير نحمد الله يلا حيه الله يبقيكم ويطول مهاليكم ان شاء الله اول شيء شاكرين لك اتصالك ووقفتك وتبرعك والله يبيض وجهك الله يطول عماركم وهذا شيء نبغى اجر من الله سبحانه وتعالى والوقف جدا نرغب بالترغيب فيه ونحث اهل الخير على فعل الخير وهم ان شاء الله قدها الله يجزاك خير ويطول بعمرك خذ معك سعود يا محمد اسمعني مايك شغال اعطي مايكك ماجد شغال 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 تكلم تكلم شغال شغال يا مرحبا يا ابو محمد حياك الله الله يبقيك نسيت بالخير يلا حياك نسيت بالنور يا مرحبا ومسهلا كيف حالك طيب؟ شلونك عساك بخير بشرنا وصحتك بخير ابشرك ربعك طيبين كلهم ابشرك وشلونكم انتم طيبين وشلونك انتم شلون زملائك في المداري او الربع كلهم نحمد الله ونشكره بخير كلهم بخير ونحمد الله ونشكره متابعينكم ونشجعكم وندعو لكم ان شاء الله بالتوفيق و وبهذه المناسبة الاتصال والدك عندها مشاركة في التبرع للجمعية جعلني والله فداها عن الله يجزاك خير إن شاء الله عنها طال عمرك وعن موتانا أبو لارين وأخوانك اللي الله يرحمه ونرحب يرحم أموات المسلمين جميعا الله يجزاهم خير والله يعطيكم العافية الله يجزاك خير ويكتب لك الله يعافيك ومرحبا والله ومسهلا كلمة أخيرة طال عمرك بارك هو اخوي يبدع كل بركه اللي تسمع بصوتك في اخوي سعود واتصلت على القناه. جعل ربي يطول بعمرك واسعدتنا وشرفتنا والله يبيض وجهك ويكتب لك الاجر ان شاء الله. الله يسعدكم ان شاء الله ومشكورين وفالكم التوفيق. ومن يقول طال عمرك وسعود خير من يمثلكم سعود الله يبيض وجهه. الله يعطيه العافيه. الله لا يهينك وشاكرين لك اتصالك والله يبيض وجهك. دح دح لحظات. لا انت يا محمد. اسلم كلم. كم طال عمرك؟ اولا الله يعطيك العافيه على هالمكالمه. و الله يعافيك هذا شيء صراحة اتمناه صراحة الوقت محدود ولكن ودنا ناخذ معك وقت اطول ولكن مبروك ما جاك الله يبارك في ايامك الله يجعل ان شاء الله بارنا بوالديه ان شاء الله وسلم لي على الوالده وسلم لي على الربع ولا يهينكم ترى انا معكم ونشجعكم ونؤازركم جعل عمرك طويل جعل عمرك طويل وهذا اكبر اكبر شرف لنا استفيدوا من المسابقه اللي انتم فيها. الله يجعل عمرك طويل. وانتم ان شاء الله تستفيدون وتفيدون ان شاء الله. جعل عمرك طويل والشباب يسلمون عليك هنا كل ابوهم.
سلم لي عليهم كلهم وخذ رشيد بالسلام، ترى انا احرص عليه. ورحبوا ورحبوا. عاني اسمعك الحين. انتبهوا عليهم الكنبات بالله يا يا مرحبا وبسهل. ازهل ازهل. الله يبقيك، حي الصوت يا اخوي رشيد. حي لبا. كلكم واعتبركم اخواني كلكم. طول عمرك ارحم والديك. بس توصي سعود انتبه عليك من الكنبات ولا شيء. لا ازعل ازعل منتبه له والله. الله يوفقنا وياكم. ومن يقول الله يبيض وجهك ولا يهينك على اتصالك، الله يبيض وجهك. وياكم يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا حياك الله يا هلا. والله يدق ابوي ابداع. كلمه يا سعود، قول عندك كلمه. ليش؟ للاخوي ولا لاخوك اللي ودك؟ انا صراحه ببدل كلمه ابوي. اسمع يا ابداع، ببدل كلمه يا طول العمر للوقف لانه يستاهل. أولاً الله يبيض وجهك يا إبداح، وجهك طبعاً، على هالمبادرة الجميلة الصراحة. تشكر أنت وجبر على هالمبادرات، وقبلكم نواف عقاب والله يعطيكم العافية لكل من صار سفير للوقف، كلنا في خدمة الوقف. طاهر أيضاً والله يعطيكم العافية، وحنا نحث غيرنا على هالتبرع وأنصحهم بالتبرع، لأنهم والله ما يضمنون الدنيا هذه طول العمر. يمكن يأجل التبرع بكرة، يمكن إنه مو على قيد هالحياة، ولكن هذا يا طول العمر لك حتى بعد مماتك. الله يجزاك خير. طبعا عند الاتصال الثالث والاخير نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا حياك الله. مساك الله بالخير يا ابداع. نسيت برضه والعافيه، يا مرحبا. وشلونك طال عمرك؟ كيف حالك؟ طال عمرك عساك بخير. عرفنا عليك طال عمرك. معك عبد الرحمن ابو تركي يا اخو ضيف الله. ونعم حياك الله، يا مرحبا. ما عليك زود، اول شيء الله يبيض وجهك انت وجبر وجميع المتابعين، وباذن الله ان الوقت ذا باذن الله انه راح ينتهي قريبا، ونشكركم جزيل الشكر، ونشكر جميع المتابعين، وترى خلفكم جمهور عظيم. ومن هذا المنبر اشكر جميع فرق الدعم، لا فريق دعم ضيف الله ولا المتابعين الثانيين، لانهم يعني مبدعين وشغالين شغل طيب. وعسى الله يوفقكم، وحبيت اشارك معكم وفاكم التوفيق جميعا. الله يطول بعمرك ضيف الله، تعال في مكانك عشان الكاميرا بس. الله يطول بعمرك وبيض الله وجهك على وجهك وجهك على تبرعك. بعد مبروك يوم الوطن العظيم، وان شاء الله ننفرح جميعا في اجفال الوقت باذن واحد احد باذن الله. الله يبيض وجهك، خذ معك ضيف الله. مرحبا يا ابو تركي. يا كلام يا ابو تركي، يا مرحبا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يلا حي حي هالصوت. كيف حالك؟ عساك طيب. بخير، جعلك بخير. كيف حالك طال عمرك؟ بخير ابشرك. اول شيء انا بعلم جعل عمرك طويل. أول شيء أنا برسل رسالة، ترى هذا الرجل أحد المرابطين على الحد الجنوبي، مكالمته هذه من الحد الجنوبي. جعل عمرك طويل، وحنا قدام للوطن يا ربي لك الحمد، قدام للوطن على قولتهم. جعل عمرك طويل والله ينصركم إن شاء الله، وترجعون لنا بالسلامة. وهذا أخوي النقيب عبد الرحمن بن تركي العتيبي. ونعم ونعم. عليكم زود، والله يبيض وجهك. وجهك الله يحفظكم ووفقكم الله جميعا. الله يطول عمرك، ووصل سلامنا لاخواننا في الحد الجنوبي، ووصل سلامنا لاهلنا وابوي وامي. الله يسلمك يا اخي، سلامك. والله يبيض وجيهكم. الله يحفظناكم ودناكم، الله الله يحفظك. الله لا يهينك، مشكور على اتصالك طال عمرك. ولا انت ابدا، الله يحفظكم. يا مرحبا حياك الله. الله يبيض وجهك يا ضيف الله على هالتذكير. طبعا شو اسمه؟ عبد الرحمن بن تركي. نعم، عبد الرحمن من الجنود اللي على الحد الجنوبي، نسال الله عز وجل لهم النصر والسداد، حماه للوطن، حماه للحرمين الشريفين، والله يسدد رميهم وينصرهم باذن الله. كلمه يا ضيف الله. انا والله اول شيء ما ندري كيف رتب شكر عشان وصله لك ابداع. الله يطول بعمرك، لكن الله يبيض وجهك بيض الشحم، والله يجزاك خير سواء بالوقف ولا في دعواتك الصادقه النبيله لاخواننا في الحد الجنوبي. والله ينصرهم ويوفقهم، والله يجزاك خير. والله ودي اعبر بس ما ادري وش اقول. الله يبيض وجهك يا ابو مفلح، الله يجزاك. الله يطول بعمرك يا ضيف الله. الله يطولنا بعمرك. طبعا احنا والله العظيم ودنا ناخذ لكل واحد منكم اتصال، لكن ضيق الوقت وبعض المتصلين ندق عليهم ما يرد، لذلك اعذرونا ونعوضكم ان شاء الله في المقبلات. حاولنا قدر الامكان ناخذ الاتصالات بعض المتسابقين، نتصل على اهلهم يردون علينا، لكن لضيق الوقت ما قدرنا، لكن نعوضكم في المقبلات. طبعا عندنا فيديو اخير نبي ناخذه، الاعداد يقول في فيديو جايك، فانا ابي ناخذ الفيديو هذا. اعطونا الفيديو. السلام عليكم، شلونكم؟ انا راجل الحين وطاح الحين تبارك يحبكم. اعطوا رتي يلا.
وتفتح. سلام باي باي. هذا اخوي فراج يا اخوي الشحنة. وش اللي ضحكك يا نواف؟ البوس هذي لكم كلكم ترى. الله يحفظه ونطلب منكم المشاهدين تشكرون الله. ان شاء الله تبارك الله. الله لا يهينكم. الله يخليك لهم. الله يجزاك خير ابو عقام. الله يطول بعمرك. طبعا في الختام نشكركم على سعة بالكم وحضوركم، والله يبيض وجيهكم. اقدم شكر لفريق الدعم، اقدم شكر لفرقاء دعمكم جميعا على هالمشاركه اللي شاركونا في المبادره، وكلنا للوقف مهما عملنا ومهما سوينا نعتبر مقصرين في عمل الخير. نحث انفسنا ونساعد انفسنا ونساعد غيرنا حتى لو بالكلمه الطيبه ان نبادر في عمل الخير. فنشكركم جميعا، نشكر ونحث المتابعين مثل هذا شعار مبادرتنا ان نبي الجمهور يشاركون معنا في هاشتاغ في تويتر تصدق لعلها المنجية، أن نتعاون وننشر عمل الخير، بأن نوسع الدائرة قدر الإمكان أن ننشر هذا العمل، أنهم جميعا يشاركون في وقف اليتيم في مكة تابع جمعية رؤوم. فشاركونا في تويتر في الهاشتاغ، حنا كلنا نبحث عن الخير، حتى اللي ما عنده استطاعة ماديا الدال على الخير كفاعله. نشرك ومبادرتك هي خير ما تقدم بإذن الله. الله يبيض وجيهكم. أشكر الجميع، حنا ضيق الوقت ودنا والله نطول ناخذ منكم جميعا كل واحد منكم كلمه، لكن اللي في خطركم والله اني اعرفه ما يحتاج تقولونه. فسم يا ضيف الله تفضل. اقول سفير وقف، سفير وقف وطيب وايضا رجوله. ما عليك زود. مداح بن مفلح على اسمه بداح، طيب وخير من رجال وحموله. الله يبيض وجه الشيخ بداح. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الله لا يهينك. بيض وجهك صح الله لسانك. في الختام نشكركم، نقول بيض الله وجهكم، يعطيكم العافية. تقهووا، القهوة موجودة والحلا. والله يبيض وجهكم، نستودعكم الله. أم الله يا هلا. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وجهك يا حبيبي. بيض الله وجهك. وجهك يا حبيبي. يا لبق عند الله.